نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نقدر نقول بالتاكيد شوط اول كان رائع وشوط ثاني اكثر من رائع. نتيجه المباراتين الحمد لله وصلتنا وبطاقه التاهل للدور نصف النهائي. كل الامور دي هنتكلم فيها مع كابتن سامي قمصان. مبروك كابتن سامي. زي ما بنقول شوطين والادوار دي تحديدا بتبقى شوطين، عشان كده بتكون المباراه الاولى مهمه جدا ان انت تحرز فيه هدف وما يخش فيك هدف، وده الحقيقه الهدف اتحقق منه النهارده رغم الاجواء والصعوبات والتحفيز الجماهيري الكبير جدا. لكن رجاله كالعاده لعيبه النادي الاهلي عندها طموح عندها امل كبير جدا ان هي تاخد البطوله. حطينا في الاجواء. الف مبروك يا كابتن سامي. مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي، وبشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت. زي ما انت قلت شوطين المباراه الحمد لله. الشوط الاول في مصر كسبنا الحمد لله 2-0، ساعدنا كتير جدا النهارده. شايف قد ايه الاجواء صعبه جدا، الضغوطات صعبه جدا، لكن اللعيبه تظهر الشخصيه ديت والاداء ده اعتقد الحمد لله ده مجهود يشكروا عليه يعني. لكن زي ما نقول كل مره بنكرر دي خطوه، لسه قدامنا خطوتين ان شاء الله نقدر نحققهم ونقدر نحقق بطوله ان شاء الله هتكون غاليه جدا لينا والجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ايام يمكن شويه قبل المباراه يمكن قعدنا اكتر من يوم هنا، ده يمكن بيزود الرغبه بشكل كبير، بتاخد على الاجواء، ودي يمكن رؤيه فنيه بكل الجهاز الفني بالكامل، ودي ساعدتنا بشكل كبير يا كابتن سامي على ما اعتقد. الحمد لله، وده درس اتعلمناه طبعا من الحاجات الخبرات اللي احنا لعبناها كتير في المباراه اللي زي ديت. ساعدتنا النهارده في المباراه، ساعدتنا في الاجواء، ساعدتنا في التركيز. فاعتقد الحمد لله النهارده اللعيبه كانوا مميزين جدا، والحمد لله مبروك وسعداء طبعا بالفوز دوت. ودي طبعا لجمهور النادي الاهلي تاهل، لكن بقى ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله بالنسبه لنا بطوله مهمه كبيره ان شاء الله قدرنا نحققها ونفرح بيها جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. مستر كولر والجهاز الفني والمميزات الحقيقه في توظيف اللاعبين والادوار، وازاي تكون شايف اللعيب متحضر نفسيا وازاي تقدر تستفيد بشكل كبير جدا؟ ده راجع للفايل الطبي وراجع للدراسه وراجع لامور عديده جدا يا كابتن سامي. اتكلم صح ولا لا؟ النجاح طبعا مرتبط بالمنظومه كلها يعني، مش بالناحيه الفنيه بس ولا ناحيه مجلس اداره بس ولا ناحيه طبيه. دي منظومه كبيره جدا يعني، بدايه من مجلس اداره لجهاز فني للعيبه لجهاز اداري لجهاز طبي لعمال الناس تعبت واجتهدت لجمهور بتشجع ويدي دوافع للعيبه ويدي دوافع لكل النادي. فاعتقد الحمد لله ده نجاح كبير جدا للمنظومه كلها، واتمنى ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله بقى في الماتش اللي جاي، ماتش السوبر، ماتش مهم جدا بالنسبه لنا وبطوله ان شاء الله نقدر نحققها، وتبقى ان شاء الله اعتقد يبقى بتدينا ثقه بقى لماتشات افريقيا، لان انت عارف الماتش الترجي على طول خلاص انا اعتقد اللي هو كسبوين. فان شاء الله تبقى بالنسبه لنا بعدها 3 4 ايام يوم 12، فان شاء الله تبقى دافع لينا باذن الله نحو بطوله افريقيا باذن الله. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان. مبروك لكل لعيبه النادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا يعني المباراه الاولى بتكون مهمه جدا، عشان كده تقدر تحرز هدف واثنين وما تستقبلش هدف. الحمد لله نتيجه المباراتين وصلتنا الحمد لله لبطاقه نصف النهائي. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي عقب انتهاء مباراه الرجاء والنادي الاهلي.